فقد حياته أثناء الدخول بالحفرة الكبيرة. هكذا يتحدث مستخدمو طريق حيتونس وسبع أبكار في بغداد عن جثة ملقاة على قارعة الطريق، وهي الحادثة رقم 20 خلال شهر واحد. شارع الموت، لأن ماكو أسبوع إذا ما بي ثلاثة أربعة ينقتلون من وراء الطسات، يعني فشي مو طبيعي، يعني والله حرام. أكو شباب ثاني يوم العيد، طبعا هنا أنا أربع شباب خمس سيارات، يمكن أربعة فقدوا الحياة وثلاثة جرحى. الطسة الكبيرة اللي مسوية وايد حوادث، اللي قبل أسبوع اللي ماتوا بها عالم، هاي الطسة الكبيرة، ما عدا الشباب اللي ماتوا هنا قبل كم يوم. 80% من طرق بغداد السريعة بلا أسيجة الحماية، والدوائر المعنية تقول أن ضحايا حوادث السير تفوق ضحايا الإرهاب بسبب الحفر والمطبات والأسيجة الحديدية المتهالكة. كثيرين يعني خلال السنوات الماضية قدرت إحصائية كثيرة، يعني آلاف مما يوازي عدد ضحايا الإرهاب. هذا الشيء مؤلم ومؤسف، لكن إذا نجي السبب الرئيسي ومثلث الحوادث أو مربع الحوادث بالأخير استحدثوا أنه المركبة الطريق الحالة الجوية الساق، يعني في بغداد في العراق أكثرها المساق يكون مسؤول. نعم هناك تكسرات بالطريق، لكن الساق يعلم أنه هذه التكسرات موجودة، ماذا يقود بسرعة؟ محمد قاسم موت، يعني ساق طسة يشك التاير، الله أكبر، وامشي 120، ربك يعني الله يستر. أعمال الترقيع والصيانة لطرق بغداد أغلبها توقفت، والأسباب تعود إلى قلة التخصيصات المالية، ما يعني وقوع المزيد من الحوادث. للشرقية نيوز، خطاب عادل، بغداد.